أنا متعاون مع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولله الحمد، وأحيانا نقبض على بعض العمال الذين يبيعون أفلاما إباحية فأجد مكتب الهيئة مقفلا، فآخذ العامل إلى بيتنا وأضربه ضربا يؤدبه، وفعلت هذا عدة مرات ونفع ولله الحمد، فهل عملي هذا صحيح؟ لا، ما هو صحيح، ما لك صلاحية في ضربه، لكن اقبض الأشرطة والأشياء التي تقول خذها معك ورحبه للهيئة، إذا خذ اسم الشخص، خذ اسم الشخص وين يعمل، وخذ معه معك المواد المحرمة اللي معه، وتروح للهيئة وتبديها لهم وتعطيهم اسمه ومكانه، وهذا واجبك والحمد لله. أما أنك تضربه لا، ما لك صلاحية تضربه. نعم.